المنظومة السياحية قبل أزمة كوفيد كانت كارثية من وقت الإرهاب ورواح، من اللي يعني من العشرية السوداء ورواح، ما بقتش كاينة سياحة. قبل في الثمانينات السبعينات في الستينات بعد الاستقلال كانت في الجزائر، كانت عندنا سياحة، صح صح، كانت عندنا فنادق بالطبع كما يقولوا، كانت عندنا خدمات هائلة سواء في الشمال أو في الجنوب، صح، بالنسبة للسياحة البحرية أو السياحية. نعم، ولا في الجنوب عند أصدقائنا من أصحاب الوكالات السياحية اللي في الصحراء في جانات، سواء جنوبنا الكبير أو منطقة الصاورة أو منطقة الواحات. ولكن من العشرية السوداء ورواح تبدلت المفاهيم، تبدلت المعايير، لأن السياحة تعتمد من مقومات السياحة أنه لازم يكون عندك الأمن، عنصر الأمن لازم يكون عندك، سواء أمن صحي أو أمن يعني بمعناه الشامل. من بعد ما رحت الحمد لله الآن أنا في الأمن راهو مستتب في الجزائر، ما حاولناش أننا ننهضوا بهذا القطاع ونديروا ميكانيزمات اللي تخليه يكون قاطرة من التي تقود الاقتصاد الوطني، رغم أنه البي بي اليوم الدخل الاقتصادي المحلي الخام للسياحة في الجزائر التصريحات الرسمية تقول أو الإحصائيات الرسمية تقول 2.7%. هناك دول مجاورة، صح، اللي هي البي بي تاعها 7%، اللي هي 14%، اللي هي 25%، وكاين بعض الدول اللي يوصل ل 35%. يعني لما يكون اقتصادها مبني على السياحه، نعم، لما يكون اقتصادك مبني على السياحه ما تحقش تكون عندك ريع بترولي او غاز او هذوك، يكون بديل اقتصادي. بارك الله فيك.